صلاح الشريف، أنا مدرس عايش في الكويت من سنة 55. أنا عشت في الكويت أكثر ما عشت في بلدي. بحس بالأمان، ما ضرتني في أي يوم من الأيام. حاولت إني أسافر وحاولت إني أغير هاي البلد، بس برضو ما قدرتش ورجعت للكويت. يمكن الشخص يقول إنه أنا عندي بلد واحدة، بس أنا بقول أنا عندي بلدين. الكويت هي حياتي.